خلينا نتكلم بصراحه كده مع بعض. انا بالنسبه لي انا يعني في حياتي ما فرحتش غير مرتين الفرحه الكبيره قوي دي امبارح. الواحد مش انا يعني كل الناس الحقيقه كل الاهلاويه ما كانش حاسس بنفسه وهو بيفرح وما كانش متمالك اعصابه خالص يعني. انا بتكلم عن نفسي وانا واثق ان كل الاهلاويه في اللحظات دي كانوا سعداء جدا جدا. المرتين كان هدف ابو تريكه في الصفاقسي فرحه غامره لان الهدف كان في اخر لحظات المباراه ببطوله غاليه جدا بطوله دوري ابطال افريقيا. المره الثانيه هدف محمد مجدي قفشه ربنا يبارك لك يا ابني والله جون من احلى الاهداف من احلى الاهداف اللي جت في تاريخ البطوله. هدف رائع جدا 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 ثقه ايه ومهاره ايه. طبعا احنا ما عندناش الحقول ان احنا نذيع الهدف لكن الصور تتكلم والصور بتحكي وبتشرح نفسها والاهداف دي اتحفرت في اذهان جمهور النادي الاهلي في الحقيقه. فجون غالي جدا جدا وفرحنا جدا وخلى كل الاهلاويه غايه في السعاده والانبساط في الحقيقه يعني. تسلم رجلك اليمين يا قفشه ويسلم كل لعيب راجل لعب في مباراه امبارح. ممكن واحد دلوقتي يقول لي الاهلي ما كانش في افضل حالاته. طبعا الاهلي ما كانش في افضل حالاته لكن في مباريات بتتلعب عشان تكسبها. في مباريات بتتكسب مش شرط تتلعب. اكسب خد البطوله. محدش بيفتكر الاهلي كان حلو ولا وحش. اللي دايما الناس تفتكره ان الاهلي البطل ان الاهلي هو الفائز في هذه المباراه. الاهلي فاز على الزمالك في مباراه بتحصل مره واحده في العمر هي فعلا فعلا مباراه القرن. فبالتالي ليها مذاق وطعم خاص جدا جدا عند كل الاهلاويه عند جماهير الكره المصريه بشكل عام. سواء حتى لو كان الزمالك كسب امبارح كانت بالنسبه لهم بطوله ما بعدها بطوله يعني. فاحنا بنفرح ببطولات كتير جدا جدا ودايما بنفكر في اللي جاي ودايما اهداف بتبقى عند جمهور النادي الاهلي ما بتخلص. الطموح كمان في الاهلي الطموح الحقيقي بقى في الاهلي ما بيخلصش وما بينتهيش واي حد عنده طموح نفسه يحققه يثبت نفسه في النادي اللي هو فيه عشان الاهلي يسعى وراه ويجيبه فبالتالي يقدر يحقق الطموح ده. لو انت واحد بتحب ان انت يبقى عندك القاب وعندك سي في وسيره ذاتيه بالنسبه لك مميزه وتكتب تاريخك في الكوره في مصر اثبت نفسك في النادي اللي انت فيه عشان الاهلي يقتنع بقدراتك وفي لعيبه كتير بالمناسبه كويسه جدا في مصر فبالتالي تقدر تيجي الاهلي تساعدوا بعض ان انتوا تكتبوا التاريخ زي ما احنا شفنا كده.